السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصف الثاني الابتدائي النهاردة معانا درس مجاري النيل تسقي الحقول. في كل صباح أذهب مع أبي إلى الحقل للعمل في زراعة الأرز. ده طفل بيذهب مع والده للحقل في زراعة الأرز. فأزيل الجسر، أزيل، وأفتح مجرى الماء لأسقي الحقول. ذهبت اليوم كعادتي إلى مجاري المياه لأفتحها، فوجدت بطة تركض على بيضها فوق الجسر. لم أعرف ماذا أفعل، هل أبعدها من على بيضها لأفتح الجسر أم أتركها؟ هيتركها ولا يضايقها ويزعجها ويخليها تمشي من على الجسر؟ ذهبت إلى أبي وأحضرته ليرى البطة. أحضر والده ليرى البطة. ابتسم أبي وقال: أنت لا تريد أن تزعج البطة. فعلا هو لا يريد أن يزعجها. نستطيع حفر مجرى آخر للماء. فبابا اقترح عليه أن يعمل مجرى ماء آخر علشان ما يزعجش البطة. أخذ أبي الفأس وحفر مجرى آخر بعيدا عن البطة. جلست البطة تنظر إلينا وشعرت بأنها تريد أن تقول لنا شكرا. طبعا لأن الطيور والحيوانات تحس كما نحس وتشعر كما نشعر. فمع بعض هنا وجدنا معاني لبعض الكلمات. الحقل أرض للزراعة. معنى كلمة حقل أرض للزراعة، بتبقى أرض زراعية وبيزرعوا فيها أنواع مختلفة من المزروعات. أزيل أبعد، ما اسمهاش أزيل ولا أبعد، اسمها أزيل أبعد. يرى يشاهد، تزعج تضايق. مجرى، المجرى ده هي قناة كده أسطوانية يجري بها الماء. قناة يجري بها الماء. ودي فكرة عن المعاني، نعيدها تاني: الحقل أرض للزراعة، أزيل أبعد، يرى يشاهد، تزعج تضايق، مجرى قناة يجري بها الماء. ومعانا هنا قطعة عليها أسئلة لدرس مجاري النيل تسقي الحقول. ذهبت اليوم كعادتي إلى مجاري المياه لأفتحها، فوجدت بطة تركض على بيضها فوق الجسر. أول حاجة السؤال دوت استخرج من الفقرة السابقة. أول حاجة هنستخرجها الاسم. الاسم طبعا أنواع كتير. الاسم إنسان، حيوان، نبات، بلاد. ألف ولام، تاء مربوطة، تنوين ودخول حرف الجر عليه. فأنا عايزة هنا أستخرج من فوق من القطعة السابقة اللي عندي اسم. الاسم هنا نستخرج، يلا نقرأ القطعة من أولها وبالتالي هنعرف نستخرج منها. أول حاجة ذهبت اليوم. لقينا حاجة يا ولاد من اللي قلنا عليها؟ لقينا كلمة اليوم فيها ألف ولام. يبقى بالتالي هستخرج القطعة اللي فيها، من القطعة اللي فيها ألف ولام. اسم اليوم. فعل. نقرأ تاني من الأول الفقرة من أولها. كل ما أقراها من أولها لحد آخر السطر ألاقي الإجابات بتاعتي. ذهبت اليوم. ذهبت فعل. ما الفعل عندي ثلاث أنواع: ماض مضارع أمر. ماض مضارع أمر. ذهبت فعل، هو حدث، يبقى ذهبت. طب ده فعل إيه؟ خلص وعدى، يبقى ماض. لسه بيحدث، يبقى مضارع. حد بيؤمر شخص، بيؤمر شخص أو حد بيؤمر حد، يبقى أمر. فعل ذهبت نوعه ده خلص وعدى، يبقى ماض. كلمة بها ال، يعني كلمة بها ألف ولام نوعين: شمسية وقمرية. عندي الجملة الشهيرة اللي بقولها دايما: جحا غبي فك مخه وقع. دي بتخص اللام القمرية. هشوف عندي هنا أعمل إيه؟ طب عشان أستخرج كلمة فيها ألف ولام أحط خط تحت الكلمات اللي عندي فيها ألف ولام وأختار واحدة فيهم. أختار الجسر. الجسر هنا عندي بحط سيركل أو دائرة على الحرف اللي بعد الألف واللام وأشوفه. الجيل عندك يا جحا؟ أشوف جحا غبي فك مخ وقع. عند جحا تبقى دي قمرية، يبقى أختار هنا الجسر قمرية، نوعها قمرية. حرف، عندي نوعين من الحرف: حرف جر وحرف عطف. حروف الجر من وإلى، عن وعلى، في كاف لام به.
حروف العطف واو او ثم الفاء. طب هنا عندي لقيت اي حرف؟ ذهبت اليوم كعادتي الى مجاري. ها نختار مع بعض حرف يكون واضح. الى، اختار الى. طب ده نوع حرف ايه؟ عطف ولا جر؟ لا حرف جر. استخرج تاني كلمه بها مد من هنا، ذهبت اليوم كعادتي، لقيت مد؟ اه كعادتي. نوع المد هنا ايه؟ ممكن نعمل مد بالالف وممكن مد بالياء، يبقى هنا ممكن اعمل مد نوعه بالالف. الحرف الممدود هو اللي قبل المد، يعني ده لو مد بالالف يبقى اللي قبله على طول حرف العين. كلمه بها شده، ايه الشده ديت؟ الشده هي السين الصغننه عندي دي، بتبقى شده مضمومه او شده مكسوره او شده مفتوحه. اختار اي واحده من دول اشوفها موجوده هنا ولا لا. ذهبت اليوم كعادتي الى مجاري المياه لافتحها فوجدت بطه. اه لقيت كلمه بطه، اكتبها. نوعها ايه الشده دي؟ اهي الشده عليها فتحه، يبقى هنا شده مفتوحه، شده مفتوحه. الحرف المشدد، الحرف المشدد هو اللي عنده الشده فتبقى الطاء، وارسم الشده فوقيها. ب، اجب. لماذا احضر الولد اباه؟ قلنا في القصه بتاعتنا ان الولد احضر اباه لانه لا يريد ان يزعج البطه، لا يريد ان يضايق البطه، فاحضره ليرى البطه حتى لا يضايقها. يبقى احضر الولد اباه حتى يرى البطه ولا يضايقها. جيم، ضع علامة صح أو خطأ. حفر الأب مجرى آخر للماء بعيدا عن البطة. فعلا هو الأب لا يريد هو وابنه أن يزعج البطة فحفر مجرى آخر. أزعج الأب البطة ليفتح مجرى الماء؟ اتفقنا لا، لم يزعجها. نهر النيل يسقي الحقول؟ طبعا نهر النيل هو شريان الحياة وهو مصدر كبير للماء، فنهر النيل يسقي الحقول، صح. كانت البطة تركض على بيضها فوق الجسر، صح. معانا هنا في السؤال حلل. حلل يعني نفك الحروف إلى مقاطع صوتية، يعني المد بيبقى مع الممدود والسكون مع اللي قبله والشدة وفكها مرتين. فعندي كلمة زراعة، عندي هنا زراعة، انت عندك مد؟ اه، فهاخد اللي قبلي معايا، هيبقى الزي لوحدها والره والمد بالالف لوحدها وحرف العين لوحده والتاء المربوطة لوحدها. البطة عندك شدة، اه يبقى فكك مرتين، بفكها مرتين بتبقى الطاء عندها شدة بس بيبقى الحرف ساكن والطاء التانية بتبقى عليها فتحة. فكده الالف واللام والبه، يبقى الف ولام وبه والطاء مفكوكه مرتين وتاء مربوطه. الالف واللام مع بعض والباء مع الطاء والطاء الثانيه لوحدها والتاء المربوطه، لان اتفقنا ان الطاء هتبقى مع الباء لان الطاء ساكنه بتاخد اللي قبله. الحقول، عندي هنا الحقول الالف واللام مع بعض والحاء لوحدها وعندي قاف ومد بالواو، فالمد بياخد اللي قبله معاه، هتبقى قاف ومد بالواو واللام لوحدها. السؤال رقم 5، حدد معنى الكلمات الآتية. كلمة تروي، تروي ليها معنيين في المعاني المتعددة أو أي كلمة ساعات أو أحيانا بيبقى ليها معنيين. تروي المعلمة القصة للتلاميذ، تروي هنا يعني تحكي، تروي يعني تحكي وتقص، تحكي و تقص قصة، جاية من كلمة قصة وتحكي جاية من كلمة حكاية. تروي الأم الزهور، تروي يعني تسقي، تسقي الأم الزهور بالماء. ضع أداة استفهام مناسبة. أدوات الاستفهام عندي كم، كيف، ما، ماذا، لماذا، ومن، وهل. فعندي هنا نقط كتابا في الحقيبة،
ببص للإجابة عندي بلاقي في الحقيبة ثلاث كتب، يعني لقيت عدد. إيه اللي بسأل بيه عن العدد؟ بسأل عن العدد بكم؟ طيب رقم 2، يسكن محمد، سكن محمد، يسكن محمد في الإسكندرية، يعني لقيت مكان الإسكندرية، يبقى بسأل بإيه عن المكان يا أولاد؟ بسأل بأين؟ أين يسكن محمد؟ بيسكن في الإسكندرية. 3، نقط تذهب إلى الشاطئ، بلاقي الإجابة عندي أذهب إلى الشاطئ صيفا، صيفا ده إيه؟ وقت أو زمن، بسأل عن الوقت والزمن بإيه؟ متى ولا ما ولا ماذا ولا لماذا؟ لا، بسأل عن الوقت بمتى. واو، أكمل بحرف عطف مناسب. حروف العطف اتفقنا واو والفاء وثم. الواو هي جمع بين شيئين بيحصلوا مع بعض وفي نفس الوقت. الفاء هي ترتيب حاجتين مع بعض بس ترتيب مع سرعة أو مع تعقيب. ثم ترتيب بس مع بطء أو تراخي. 1، أتوضأ نقط أصلي. هو أنا لما أتوضأ يا أولاد بقعد شوية بعدين أصلي ولا أصلاً عشان عايز أصلي بقوم أتوضأ؟ يبقى أتوضأ فأصلي عشان بسرعة. تناولت الطعام نقط شربت العصير. بعد ما بتناول الطعام شوية كده وبشرب عصير يبقى ثم. 3، أحب أبي نقط أمي. الاثنين مع بعض وعندي الاثنين مع بعض هي الواو. شكرا ولادي وحبايبي الصف الثاني الابتدائي.